ماشي يا مينا، اقفلي سلامة الله. مع السلامة. مساء الفل يا استاذ. مساء الكزبرة يا غالي. عامل ايه؟ بص صلى على النبي. اتكلم انا ما تتكلميش. ايوه في ايه؟ انا هنا المصلح الاجتماعي بتاع المنطقة. احنا مش جايين في شهر، انا لو جاي في شهر هعوضك. انت تعورني؟ لا بقول لك انا لو جاي في شهر. ماشي. انا جاي اصلا. ايوه صل على النبي. ماشي. الواحده اللي انا معايا ناس على فكره، بس الاستاذ ناس يعني. تمام ماشي، هيجوا على بس هنخلص الموضوع بسرعه عشان ما نعملش حكايه ونجيب فاهم، نخلص الدنيا بعبوها وتخلص بمشاكل. عايزين نخلصها ودي كده. مشاكل مش فاهم. جالك حلو قوي ده كده، عين العقل كده فاهمك. تمام تمام. الواحده ليها غير بيت جوزها؟ لا طبعا. تمام. لما تسيب مراتك، ها مراتك؟ تسيبها تسيب مراتك؟ مش مرات على فكره. وطاردها وسيبها عند بيت ابوها اسبوعين. اسبوعين عند بيت ابوها. انا اول مره حبيبي مجلد. يا برنس حبيبي يا اخويا. يا برنس انا اول مره اشوفكم انتوا الاثنين. مرات ايه؟ مرات حضرتك إيه؟ مش جوزك ده؟ طبعا. اتيتو يا عمرو. واحد الله يا عمرو. تعرف اسمي نهى؟ بتحبك عمرو. انت تعرف اسمي نهى؟ بتحبك يا عمرو. ماشي. انا ما اعرفهاش. انا ما اعرفكش انتوا الاثنين اصلا. مستعره مني؟ ايه مستعره مني؟ انا ما اعرفكش اصلا. تعرفني؟ والله اول مره اشوفك. انا اول مره اشوفك. حد يسيب القمر ده؟ يا باشا معلش، انت ده ايه يا باشا؟ دي اخلاق؟ انا مصلح اجتماعي، انا بحل المشاكل. يا باشا لنفسك، انا ما اعرفش حد. بلاش لنفسك بس عشان ليه؟ انا ليه عيبتي في المنطقه؟ باشا انا بقول لك بعد اذنك. طب ايدك بس، شيل ايدك، احنا جايين في خير. يا باشا بعد اذنك، ولا خير ولا شر، ولا اعرفك ولا اعرفك ولا اعرفك. طب بعد اذنك خد بعضك واتكل على الله عشان مستني ناس. ينفع ولا ما ينفعش؟ يا عمرو احنا جاي لك يا باشا. ما تجيش في خير. مراتك انا ما اعرفش. عيالك قاعدين في البيت. يا باشا بعد اذنك انا عارفك. انت عيالك قاعدين. ما تمدش ايدك بس. انا مش بمد ايدي، انا بتكلم معاك بذوق. بعد اذنك. عيالك قاعدين في البيت. بص ما بعد اذنك طول الليل يعيطوا. يا برنس طول الليل ما فيش. يا باشا ولا ليا عيال ولا ليا واحده اعرفها ولا متجوز اصلا. فبعد اذنك اتكل على الله. يلا يا باشا بعد اذنك. قوم عشان مستني الناس. بعد اذنك قوم. بعد اذنك قوم عشان انا ما اتخلاش عليك. واحد الله عمرو. لا يابا انا ولا انا جاي في خير. اقول لك اتكل على الله يابا وشوف لك سكه تانية غير السكه. سيبني القي كلمتين واقول. ولا تلقي ولا نلقي. هلقي لك كلمتين واقول. لا يا باشا ما بحبش اسمع كلام من حد. بعد اذنك يا لسه. ما كذا اتفضل. لا يابا نهارك قشطه بقى زي دماغك. اتكل على الله. واحد الله يابا امشي اتكل على الله. كده ده جوزك؟ بس كده. يا لسه انا ما اعرفكش. انا ما اعرفكيش. بس لا مش بس الشاي بس. يا باشا بعد اذنك اقول لك بعد اذنك. بعد اذنك باشا بعد اذنك ما تديش ايدك وتتكلم وتغلط. بعد اذنك ما تغلطش. دي اشكال يا نهى. هو انت بتعمل هو بيعمل لي كده؟ يلا يا لسه بعد اذنك. بس انا اتكلم براحه. يلا لسه ولا ما اعرف. انا قلت كلمه بس. يلا ما تقولش كلمتين. اتكل على الله يابا. اقعد يلا يا عم. ما تقعد تهدي نفسك. اقعد هقول لك يا عم انت بارد. طب انا هقول كلمتين. انت بارد اصلا. هقول كلمتين واخد بعضي. رب الكعبه انت بارد. قوم يا عم اتكل على الله. انا ما اعرفكش. عشان شكلك في المنطقه. يابا اتكل على الله. الناس كلها ولا منطقه ولا زفت. يابا انا ما اعرفش. عمرو سايب مراته. اشوفك اصلا في الشارع. عمرو سايب مراته. والله اول مره اشوفك اصلا في الدنيا. اتكل على الله يا عم انت وهي يا عم. يلا بعد اذنك. هو انت بتتكلم باسلوب. يلا بعد اذنك. هو ده اسلوبي. سامح حضرتك. ازيك يا غالي؟ عشان دي حلينا مشاكل. ازيك يا غالي عامل ايه؟ انت جاي هنا ليه؟ ازيك يا استاذ عمرو؟ ازيك يا باشا؟ حبيبي يا استاذ عمرو. ده الناس عارفاك اهو. امال في ايه؟ ايوه مين انت؟ ايوه انت بتحل له المشكله بتاعه. اتفضل اقف هنا يا حماده عشان اشوفك وشه. يا باشا في ايه يا باشا؟ ما تحضر الله كده وتاخد مراتك وتروح. يلا يابا اتكل على الله انت وهي. يلا يابا يلا يابا اتكل على الله. الناس كلها عارفه. بلا مراتك بلا مش مراتك اتكل على الله. يلا يلا يا عم بلا بوس بلا تكرع على تخرج دي بقى. يا انت اهدى شويه بتتكلم كده. لا هو كده اسلوبي. اهدى. عاجبك ولا مش عاجبك؟ لا مش عاجبني. لا تكرع على ما اعرفش اصلا. عمره اشوفك. انا ليا حق عندك. انتوا شكلكم بتشتغلوني اصلا. إيه ده؟ طب يعني كل ده طبيب ما حبا بلا ابني بلا نيله. يا عم اتكل على الله. ابنك ايوه. يلا يا عم اتكل على الله. يلا يا عم اتكل على الله. يلا يا عم اتكل على الله. امي طب بس يا عم امي كده يا عم بعدتك يا لسه بس. انا اول ما اشوفك اصلا. ايه ده؟ ايه ده؟ ما تتكلمش معايا كده. امال ايه يا عم؟ واحد الله. انتوا مين؟ انا عايز اعرف انتوا مين. دي اشكال تربيه. لا 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 اتكلم عادي.
دي اشكال. اتكلم عدل. سيب ايدك من عليه. الاشكال انا كيش دعوه. لا بقول لك انت ايه؟ مين انت اصلا؟ لا انا كتير قوي. انت مين كتير ولا قليل؟ انا ما اعرفكيش اصلا. ما تعرفنيش؟ اما جوزتني انت عايز ايه يعني؟ انت المنطقه عندك عمال تقول عليك راجل. لا 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 انا راجل. اقول لك بقى صاحبي يقول عليك بقى؟ لا لا قول لي. اقول لك بيقولوا ايه؟ قول لي قول لي انت عايز ايه تقول له؟ قول له. قول ايه هو بقى؟ ايه؟ هقول. يا عم قول انت هتفجر قنبله. ما تقول لي يا عم. قول له عرفته. انا ما اعرفكش. اعرفه على حقيقته. على حقيقته ان شاء الله كنت حاجه وبقيت حاجه ولا ايه؟ مش فاهم انا ايه حقيقتي يعني. استعري من استعري منك بتهيألي ما اعرفكيش اصلا. مش مني من عشتك. لا ايش ايه ما اعرفكيش اصلا ولا عشرتك ولا شفتك ولا اتكلمت معاكي. ماشي بقى. لا لسه السلام. احنا نعرف مين من دلوقتي. انتوا مين اصلا؟ والله من حظك. طب سيب بس. بهزروا؟ بهزر يا عم. ايه يا ست هاني؟ في واحده تسيب بيت جوزها. انت اللي غلطانه برضه. يا عم بتهزر. انت بتتكلم بجد؟ لا والله كاميرا خفيه. انتوا كاميرا خفيه يعني؟ اه. مش عايزك تزعل يعني. والله انت على راسك. ايه يا جدعان؟ ومين اللي قال لي بقى اسمه عمرو بقى اللي انت كنت بتنادي عليه اسمه ايه اللي جوه؟ تيتو؟ كده يعني تيتو؟ هو تيتو. بص هو اللي هو سبب كل ده وقال لي هو ده. هو ده هتخش عليا. يا جدعان يا جدعان. طب وبعدين يعني يا جدعان؟ انا مش عايزك تزعل بقى بالصحاب. اسمك ايه؟ اسمه عمرو. عمرو ده انا قايل لك عمرو. انت موافق اللي حصل ده يتزعل؟ زيها. بص كلمات انا عايز بقى بايلك كده. كلمات انا عندك في كل حته بقى. تمام؟ مفيش مشكله يعني. بنعتذرلك جدا على الاخر. بنعتذرلك. وانت اللي غلطانه. مدي قدامي. شوف جوزك ده فين؟ مدي.